السلام عليكم جماعة الخير، حامد للو معكم من جنينة الحراك. اليوم غادي نجي دورة خفيفة باسكو عندي اون ايميسيون مع المغاربية ببخي دون دو زور. بغيت نقول لكم باللي 7 سبتمبر الناس النظام هذا الخبيث راهم خايفين، بصح لابريسيون يفو كيل كونتينيو. لو 7 سبتمبر نقعد في داري، ما نخرجش، ما نمشيش للعب، ما نمشيش للصطاد، ما نمشيش للجامع، ما نمشيش للبحر، ما نخرجش برا، ولادي ما يخرجوش، ما نفوطيش ونقعد في داري. ها باش نسلك بلادي نقعد في داري 62 سنه بركات. اي جي في ان بوست بارابور على ليفريزون تاع لو فيول، اي يافي دي بيرسون كي قالوا نو سي تي انفورماسيون ايروني. ابسولومون با، j'ai vérifié plus de 4 ou 5 sources en plus du fait que سمعتها بودنيا يقول فيها le ministre libanais de l'énergie et de l'eau يقول باللي le fuel algérien est incompatible avec les centrales électriques libanaises. Donc ما يكذبوش عليكم، c'est une connerie diplomatique. هذاك لو فيول maintenant les journaux algériens قالوا نو سي با فري، دعايات. سمعت غادي جي في بارطاجي لا فيديو تاع لو مينيستر، كوم سا ما عندهم ما يكذبوا. يقولها بفمو، يقول انه لو فيول الجيريان لي انكومباتيبل، لا يتماشى مع المحولات ولا ما عرفش كي يسماها لي سونترال تاع 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 لبنان. ما عليناش، المهم عندنا هو سي دي انكومبيتون، يفون بيتيز سور بيتيز، وحنايا ما غاديش نفوتو لو 7 سبتمبر 2024. نوريلكم شوية وجهي تعرفوه الحمد لله. نوريلكم دروك ها هو لا جاردان حراك، او هذا لو ميلون، هذا غادي نديه صايي طاب. راكم شفتوه، يا بوكو دو كومبو، هذا مليح الاخر للديابيت، الناس اللي عندهم ديابيت. Moi je le mange, ça a un assez bon goût. Comme tu vois, la tomate, elle est bizarre. Ah, elle est, je vais dire qu'elle est en train de se. Donc je vais lui faire un piqué, parce que ta est, mais c'est pas grave, je vais ranger ça. Comme tu vois, il y a la tomate, elle est zadet, kathra. توس كيفول الحمد لله، باذنجال راكم تشوفوا فيها، وناتما خير ربي راكم تشوفوا فيه. جنينه تاع الحراك. j'étais très très occupé ces derniers temps، j'ai beaucoup voyagé. D'ailleurs je vais continuer à beaucoup voyager في الخدمه entre New York Chicago واشنطن لا كارولين دو نور، اي دو كو ما جيتش بزاف هنا. راكم تشوفوا الفلفله، لا راهي بدات ها الفلفله، هذه فلفله حلوه. من الجهه الاخرى عندي فلفله حاره، وانا تمام الحمد لله. من هنا راكم تشوفوا كاين باذنجال. Hey, I have some poles over there if you want. If you have problem with your cages, I keep them up because I put like on both sides these wire poles and it keeps them strong and steady. If you want, I'm going to use maybe 2 and the others you can use them, and when you are done, just to throw them over. Not just to keep them, even these, to make sure that they don't fall, you know? Yeah. So this is what I use. I think we're taking them down. I use this on both sides, so it keeps them steady, you know? Yeah. It's up to you. I will leave them here in case you need them. You can open a gate and take them. Okay. And when you are done, just throw them back. You're welcome. Okay. Yeah. Yeah, the same for me. So I had to
I had to fix them. Okay, تكلم مع جاري عندها مشكلة تاع لما تكون فيه بوكو دو بلوي لي كاج هادو تاع لا طوماطي طيحو دونك انايا نزيد لهم لي بيكي كوم سا بور لي ميتينير. هاكم تشوفوا هنايا دلعتني راني قلعت دلعه واحده هذه مازالت صغيره البطيخ شوف طولت عليه ما جيتش كلاوه كلاوه هذوك لي زيكوري كلاوه بالك الارانب هذه لا طوماط راكم تشوفوا فيها دونك ليسونسيال انا غادي ما نطولش عليكم واش نقول لكم باللي لو 7 سبتمبر خوتي خواتاتي لو 7 سبتمبر راهي في يديكم راهي في يديكم نتوما تسلكوها غير نتوما اللي تقدروا تسلكوها الاستقلال ما كاش اللي يعطيه لكم لو كان ما ديروش نتوما بيديكم ما تقروش المصير تاعكم غادي تضيعوا ضيعوا معنا البلاد سانا غيان ديكستراوردينير تو سكي فو سي تقعد في دارك وما تفوتيش نهار واحد ومن بعد عندنا النخبه السياسيه اللي راهي تخدم ما تخافوش النخبه السياسيه كاينه البديل كاين ما راكمش خايفين ما تخافوش وما يخلعوكمش ما يكذبوش عليكم وان شاء الله خير ونتلاقاو في وقت الخير ان شاء الله اي جو في بوستي هذيك لا فيديو بارابور لو فيو الجيريان ونشوفكم ثاني ا 6 اور اليوم 6 اور تاع الحشيه اور دالجي غادي ندير لي ميسيون مع مون امي نصر يلا بارك الله فيكم ا بيانتو 7 سبتمبر ما نفوتيش نقعد في داري ما نفوتيش نقعد في داري ما نمشيش للجامع ما نمشيش للقهوه ما نمشيش للبحر ما نمشي حتى بلاصه نقعد في داري انا وولادي ولا فامي تاعي وصحابي ما كانش لي يخرج نخلوها مدن ميته قرى ميته كل شيء ميت يلا تحيه الجزائر بارك الله فيكم.